السلام عليكم، اهلا وسهلا. كيف نتوما؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في الفيديو جديد. فيديو ديال اليوم هو حقيبه الولاده، واخيرا نصور هذا الفيديو مره اخرى. ملي كانت لي جنيد بزاف منكم، بزاف ديال زعما الامهات اللي كانوا كيتابعوني يقولوا لي عملنا فيديو ديال حقيبه الولاده، شنو ديتي معاك، شنو احتاجتي. وبقيت اليوم غدا تدز الوقت وما كتبش، ودابا قلت غادي نصور. ودابا ملي جمعت حوايجي غنصور لكم باش ما ننساش ونتلها عاوتاني، ونبقى من مور الولاده ننسى وما نصورش هذا الفيديو. فقررت نصوره دابا كيف جمعت الماليطه ديالي، غادي نصور لكم ووريكم شنو الحاجات اللي غادي ندي معايا، شنو الحاجات اللي غتحتاجوا، وشنو الحاجات اللي ما غتحتاجوش ما حتى شي تديهم بالنسبه للناس اللي ساكنين في اسبانيا. الحاجات اللي ما غتحتاجوش تديهم كيتوهم لكم في سبيطار، بزاف د الحاجات غادي يعطيوهم لكم، ما غاديش تبقاو تحتاجوا تديو تقالوا صافي. فغنشارك معكم كلشي شنو غتحتاجوا باش الا ما كنتوش ساكنين في اسبانيا تديوهم معكم، وشنو الحاجات اللي الا كنتو ساكنين هنا زعما بلا ما تديوهم وتعدوا راسكم وصافي. بسم الله نبداو. قبل بغيت نشارك معكم كورتشا اللي شريت. انا كنت شاركت معكم مشتريات كاملين تقريبا، داكشي اللي شريت وداكشي اللي وجدت كامل. بقات كورتشا عاد وصلتني، كنت وصيت عليها حيت مطروزه بالاسم وداكشي. المهم غنشاركها معكم دابا، وبمناسبه في هذا الفيديو غتعرفوا شنو الاسم اللي اخترنا البنوته. كيف ما قلت لكم وصيت عليها ويلا وصلتني عام المغرب، عاد لي واحد السيده في المغرب في طنجه، ودابا عاد وصلتني واخيرا. نتوما عارفين صعيب باش يصيفط لك شي واحد شي حاجه من المغرب من اسبانيا، كانت شويه صعيبه مع الحدود وداكشي، واخيرا وصلتني. وهي هذيك حيتاش غادي ندي معايا مونون سبيطار اللي مطروس فيه الاسم وداكشي، غنشاركو معكم دابا تشوفوا في ماليطه. وهي هذيك قلت نشارك معكم حتى كورتشا وباك كامل اللي وصيت عليه باش تشوفوا تاخذوا افكار. ترى كنتو باغيين تعدلوا شي حاجه بحال هذه تعرفوا معايا، حيت انا شحال وانا كنفتش شي وحده تكون كتعدل كورتشا مطروزين بالاسم وديك لبسات بيبي اللي كتجي مطروزه بالاسم وداكشي ديال الخلق. وشحال بقيت كنفتش طاحت في هذه السيده هذه، شفتها غير في فيسبوك، اسمها حبيتي خانم، ها هي اللوغو ديالها. دابا نخلي لكم الكونتاكت ديالها كيفاش تواصلوا معاها، نخلي لكم النمره ديال الواتساب ديالها والانستغرام والفيسبوك ديالها. كتعاد صراحه هذيك شي غزال، نتوما غادي تشوفوا معايا كورتشا كامله واللبسه ديال البيبي كلشي. باش نبداو باللبسه ولا بكورتشا؟ المهم نبداو بكورتشا، وديك الساعه نوريكم اللبسه. ديك الساعه غادي نفرشها ان شاء الله يا ربي، وغادي نوريها لكم كيفاش كتجي في التفريشه. نتوما كتختاروا شنو بغيتوا تعدل لكم بالنسبه للالوان، زواقه، اي حاجه كتختاروها نتوما، هي كتعمل لكم داكشي اللي بغيتو نتوما. شحال د مخايد بغيتو، واش بغيتو صبانه، واش بغيتو ثوب صبانه ولا ثوب هذا اللي كيكون غليت شويه ديال ديال كورتشات. انا عدلت هذه اللي كتجي فوسط منها كورتشا مكتوب فيها الاسم، دابا غتعرفوا الاسم يعتبروا معايا. المهم عدلت هيدا، عملت اخترت هذا اللوين هذا، ماشي ديك الغوز ماشي الموف، المهم هذا اللوين هذا ما بين البينين، جات طويله هيدا. هذه عملتها بالسري باش نعمل فيها الكورتشا من داخل تبقى، يعني نعملها دابا وحتى ملي تكبر شويه تبقى لها، يعني من حاجه مزيونه بحال هيدا ما تضيعش دغيا، ما تبقاش غير الخلق، تبقى تغطي بها حتى من بعد ملي تكبر شويه. وصافي اللوغو عامل بحال هيدا. دابا غادي تشوفوا معايا الاسم، فوالا هذه الطرزه اللي اخترت انا، هاد الزواقه هذه، وفي الوسط مكتوب الاسم. الاسم اللي اخترناه هو لوجين. مره اخرى ملي كنت قلت لكم جنس البيبي شنو، قلت لكم عندي بنوته بزاف اللي كتبوا لي في التعليقات سمي لوجين كتجي مع جنيد. كنت قلت لكم اقترحوا عليا اسماء اللي يكونوا ماشيين مع جنيد، وشي بزاف اللي قالوا لي لوجين، جنان، جنات، مهم بزاف بزاف ديال الاسماء. وحنا كان في بالنا سبحان الله الاسم ديال لوجين، وصافي قلنا بسم الله توكلنا على الله غنسميوها ان شاء الله لوجين. هذا الاسم اللي اخترنا. المهم لوغو كيجي بحال هيدا، هي هذه كورتشا. مي غنسالي غادي نوريها لكم كيفاش كتجي مفرشه. عملت هذه كيف ما قلت لكم، و صبانة نوريها لكم في ابيض باش تبقى لي وحده الشتوى وحده الصيف، هذه في الصيف وهذه في الشتوى. حتى هي فيها نفس اللوغو هذاك لوجين. صبانة كتجي بحال هذا في ابيض، و كيجيو مخدات، المخده الاولى ها هي حتى هي بنفس اللوغو. خلطت ما بين الغوز والبيض باش ما يجيش كلشي غوز ما يجيش كلشي بيض. المهم جوج مخدات بحال هكا، وحده مربعه وحده هادي. بالنسبه لاشكال المخيط كيف ما قلت لكم نتوما كتوصيوها على حسب الذوق ديالكم. غادي تدخلوا الانستغرام ديالها وغادي تشوفوا الشكالات اللي عندها، كتعمل ديال البنات وديال الذكوره. اللون نتوما كتختاروه، الزواقه كيف ما قلت لكم نتوما كتختاروها، بغيتو تكتبوا الاسم بغيتو ما تكتبوش الاسم، تعملوا غير الزواقه وصافي. وشكيله المخيطات نتوما كتختاروا طوالين عرادين، هادشي انا اخترته، انا اخترت مربعه وطويله. مخده اخرى عملت وحده هيدا في البيض لوجين بالعربيه،
ومخده اخرى جات على هذا الشكل هذا بحال حلوه مكتوب فيها كوين. كيف ما قلت لكم نتوما كتختاروا الاسماء شنو تكتبوا، واش تكتبوا الاسم واش ما تكتبوش الاسم. وحده اخرى على شكل هيدا سحابه برجيلات هيدا، ومخده الاخرانيه هيدا على شكل نجيمه. غادي نفرشها وغادي نصورها لكم ان شاء الله باش تشوفوا في التفريشه كيفاش كيجي هادشي مزيان. ودابا نجيو نمو نص، ها هو المونو الاول في البياض هادو ديال الخلق تاو ديال ورد يطيب. هذا عملت لي فيه الطرزه بحال ديال كورتانيت بنفس الزواقه، كتبت فيها لوجين. هذا ان شاء الله غادي نديه معايا للسبيطار باش نلبسو. هذا اللي لبسه لي ان شاء الله غادي نلبسو ان شاء الله يا ربي. ها كيجي بالطريقه ديالو بلاتي باقي ما سالينا. الباك كامل كيجي فيه اللبسه كيف ما قلت لكم مونو الطريبج ديالها، حتى هو مطروس فيه نفس زواقه ونفس الاسم نفس الاسم. وهادو وان تيسات. ومونو الثاني عملت لي فيه الطريزه بالعربيه، قلت لي فيه لوجين بالعربيه. نتوما كتختاروا البنات كتختاروا الزواقه والاسم والطرزه اللي عجبتكم، هما كل واحد في شكل، كل واحد وفورما ديالو في شكل. وحتى هذا كيجي بالطريبج ديالو تا هو مطروس فيه لوجي وتاش برينسيسا. هادو يبقاو ديكرا يتلبسو، من بعد يبقاو ديكرا يصلحي تعملو فشي طابلو تعلقو حيت كيبقى شي مزيون للخلق خصوصا بالاسم. وباقي هنايا كاينه بورنوس ديال الحمام فوطه حتى هي بالطريزه البنات، يعني كيجي داكشي خويكو. المهم كنظن لي باك لي كتعمل كاملين ديال الكورتشات كيجي معاهم المونو الطربوش والوانتيس والفوطه وباقي فويطات اخر انستيتوي بورنوس ديال الدوتشه. وبالنسبه للشكالات ديال المخايل وديكشي نتوما كتختاروا شحال بغيتوا ديال الحاجات. ها نتوما كيجي القب فيه اللوغو وفوطه كبيره، يعني تبقى ماشي غير الخلق، يعني تبقى شحال وهي كتمسح بها ان شاء الله يا ربي. وهنايا ثلاثه فويطات ستيتوين بنفس الزواقه حتى هما. هادو جوج فويطات بحال بعضياتو، هادو مزيونين نصا كيكونوا في الصاك هيدا الخروج في الزنقه لا عجبت تمسح لها ولا تكون كترطع ولا شي حاجه، مزيونين هيدا مطروزين متولين. وهادي فويطه واحده اخرى جات مستطيله ومطروس فيها هادي بالعربيه. المهم نوعنا شويه بالعربيه شويه هادو شويه هادا. صافي هو هذا الباك كامل. هنايا صيفطت لي حتى الجوهر اللي بحال هذا باش مع التصبين الا طارت شي جوهره نعاود نلصق في الموضوع نفس الجوهر اللي كيتلصق بالبلانشا. صافي هو هذا كلشي مزيونات، غنخليكم تشوفوها كيفاش كتجي مفرشه ونرجع لكم. رجعتكم مزيونات، قولوا لي كيف جاتكم كورتة مفرشة، كيف جاكم اللوينات وديكشي، خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات. كيف ما قلت لكم غادي نخلي لكم النمرة ديال الواتساب ديالها في صندوق الوصف التعليق الاولاني، والرابط ديال انستغرام وفيسبوك باش تدخلوا تشوفوا الشكيلات اللي كتعدل هي. هي كاينة في طنجة ولكن كنظن كتصيفط المغرب كامل، يعني فيما كنتو تصيفط لكم في أمانة. وصافي مزيونات هو هذا كلشي. غنشارك معكم واحد الحاجة أخرى اللي هي تشوبيتيرو، هذه غادي نديها معايا طبعا. هذه جاتني كادو من عند يسرى، شكرا بزاف كنقولها من هنايا. كتعدل هادشي كيحمق، كتعدل تشوبيتيروس ديال البنات ولا ديال الذكور اللون اللي بغيتو نتوما، داكشي بالاسماء في نيوان. كتعمل حتى الدراجي، ديك الشمع بالاسماء بالزواقات اللي بغيتو، كتعمل كوادروس. المهم كتعدل داكشي كيحمق. غادي نخليكم انستغرام ديالها في صندوق الوصف حتى هي كاينه هنايا في اسبانيا، كتصيفط اسبانيا كامله حتى اوروبا. غادي تدخلوا غادي تشوفوا الشكيلات اللي كيحمقوا. نوريكم هاد اللعيبه ديال تشوبا اللي عدلت لي، فوالا ها هو اللوغو ديالها، بيلاس ديكوراتيفاس ايبيسا. فوالا هي. وشكرا على الميساج ديالك بزاف اللي كتبتي لي، الدعاء اللي كتبتي لي، شكرا بزاف بزاف يسرى. فوالا ها هي نوريها لكم، جات في هاد الخنيشه هادي وكتبت لي هنايا الاسم حتى هي لوجين. او تشوبيتيرو هو هذا، شوفوا معايا شحال غزال. فوالا كيجي بحال هكا
ها هو كيجي عامل في حاله هذا. هنايا مين كي تركبنا في كتلصقوا في الحوايج، وهنايا فين تركب توبا. باقي ما شريتي توبا، عاد غنشريها ان شاء الله يا ربي، بقيت ملهيه. وهنا كيجي الاسم، شوفوا، وكيجي فيه هنايا القران الكريم، القران ديال بصح ماشي غير ديكور وصافي. شوفوا هي هذه كيبقى مع بيبي يحفظوا، وكتعمل لكم الاسم هنايا، اسم اللي بغيتو. حتى هو كتبت لي فيه لوجين في الموف، كيحمقني اللون الموف انا. شوفوا الزواقه، نصوركم تشوفوها عن قرب. شكرا بزاف ليك يا يسرى. غادي نخليكم انستغرام ديالها في صندوق الوصف كيف ما قلت لكم في التعليق الاولاني. وكتعدل هادو حتى على شكل جابير ولا بغيتو على شكل بورتيكلي تعلقوا فيه السوارت، يعني كتعملهم هادو ديال تشوبات اللي باو ستيتويت، واللي ما عندوش العيال صغارين تعمل فيهم بورتيكلي كيجيو كيحمقوا بالاسم اللي بغيتو، البنات واللوينات اللي بغيتو نتوما كتختار. معنا داكشي مزيون، غادي نخليكم انستغرام ديالها في صندوق الوصف. اوكي دابا بسم الله نبداو بماليطا. شنو عندي فيها؟ غادي نهبط كاميرا باش نوريكم. غادي ندي ماليطا ماشي الصاك حيتاش عمليه اكثر باش نعمل فيها حوايجي وحوايج ديال بامبينا في دقه واحده يكونوا مجموعين، مابقاش ندي كثر السكر. بالنسبه للصاك هذا عدلته من الطريق نرجع ملي نكونوا خارجين ان شاء الله من السبيطار، يكون عندي واجد كل شيء فيه، ديك الساعه نوريكم شنو عندي فيه. حيت الصغير ما غاديش يقد حوايجي وحوايجه، وبلا ما بقى ندير الصاك ليلي والصاك ليله، فعملت ماليطا جمعت فيها كلشي باش تكون عمليه. وهذا الطريق كيف ما قلت لكم، نوريكم ماليطا شنو فيها وديك الساعه ندوزو للصاك. بسم الله نبداو. هنايا عندي هاد المنطه، هادي الغليطه كبيره غادي نديها معايا، هادي باش نعملها ملي نكون خارجه من السبيطار ان شاء الله يا ربي، نغطي بها الكوتشي ديك الخارجه من السبيطار حتى للطونوبيل باش نغطي بها كيف ما قلت لكم الكوتشي من برا وديك الكونه صغيره اللي كتكون ديال البيبي، حيتاش البرد دابا الايام بارده بزاف. واخا غنغطيها بمنطه من داخل، غنعمل هذه من برا حيتاش كبيره وغليطه باش ما يضربهاش الريحه ولا شي حاجه، السبيطار كيكون سخون بالكليمه فالخطر. فغادي ندي هذه معايا. هنايا عندي بسم الله نبداو، غادي نقول لكم الحاجات اللي غتحتاجوا وشي حاجات اللي ما بلا ما تديوهم البنات، كاين شي حاجات اللي ما تحتاجوش تديوهم. بالنسبه هنايا المستلزمات ديال البيبي، الشامبوان وداكشي انا جمعتهم كاملين هنايا، هادو ما غاديش نديهم حيتاش ما غاديش نحتاجهم. المهم هنايا عندي الشامبو ديال البيبي، هادو بيو كاملين من عند اوريفلام. هنايا الشامبو، هادي كريمه ديال سونات بانيان ديال التهريه. هنايا كاينه الزيت ديال هذا الزيت ديال البيبي، كاينه كريمه. المهم هادي ديال منطقه ديال بانيال حتى هي ديال اللي كلش فيه كتمسح باش ما تستعملش الا بغيتي طويطات، كتمشي شويه في القطن وكتمسح البيبي. هادو كيف ما قلت لكم ما غاديش نديهم حيتاش في السبيطار هما كيغسلون البيبي وكيكون عندهم كلشي، كيعطيوك ماشي كيعطيوك، عندهم شامبو عندهم الزيت ديال الجسم ديال البيبي كولونيا كلشي، كيديو البيبي كيغسلوا له وكيعملوا له كريمه ديالو كلشي ديالو كولونيا ديالو ممشوط كيجيبوا لك ممشوط معدل. فما عنديش علاش ندي الثقل ديال هادو حيتاش ما غاديش نحتاجهم، ولكن وريتكم تديوهم الا ما كنتوش مثلا ساكنين هنايا في اسبانيا غتحتاجوهم الا السبيطار اللي ماشي ليلو مثلا ما عرفاش يكون منطقه وشني كيكون فيها. المهم هنايا في اسبانيا ما تحتاجوش تديوهم حيتاش هما كيغسلون البيبي بكلشي ديالو بلا ما تديو هادو. هنايا بالنسبه للحوايج ديت واحد ثلاثه ديال التبديلات، ديت هنايا هادو الطريقات اللي كيجيو بكمايم طوالين حيتاش دابا البرد سخيخنين، حتى الا كانت الصيف البنات من الاحسن تديو هادو اللي بكميمة طوالين حيتاش كيبانو صغارين كيبردو بزاف. هنايا ديت رياقة وديت هاد التبديلة هادي مونو بكميمة طوالين. المهم ديت التبديلات، غتديو تبديلات اللي يكونو سخيخنين شوية، وهادي كتجي معاهم الطربوش ديالهم. هنايا ديت هادو ديت منهم كيفما قلت لكم اللي بكميمة طوالين هاد الطريقات، ديت ثلاثة ولا أربعة وقيلة. المهم ما عرفتش شحال غادي نحتاج شحال ما احتاجت، ما نعرف كتوسخ كتلعبوا كيوسخوا تبدل لهم وديكشي. وانا هنايا تبديلات ديت بكلمه الطوالين كيف ما قلت لكم، ديت هاد مونو هذا طبعا هو الطريبج ديالو احتاش بالاسم باش نلبسوا ان شاء الله هو الاولاني. بالنسبه للحوايج الا بغيتوا ما حتاش تديو الحوايج بزاف ولا ما حتاش تديو الحوايج مره، تديو التبديله اللي عاد تلبسوا لها ملي تكونوا خارجين من السبيطار، وبلا ما تديو الحوايج بغيتو ما ديروهمش ما ديروهمش حيتاش في السبيطار كيعطيو لكم الحوايج كيبدلوا لك كيلبسوا البيبي يعني كيبدلوا له كيلبسوا له الحوايج ديالهم عندهم مونوس ديالهم. فحنا كما كتعرفوا كنبقاو نوجدوا ونشريو ونعدلوا الحاجه فرحانين بها جديده باش نلبسوها البيبي كيف زعما كيجي الدنيا، فما عنديش علاش نخليهم في الدار، اكيد غادي نديهم باش نلبسهم لا نعدلتهم باش نلبسهم لا. هذاك الشيء ديت الحويجه ديالي حتى في جنيد هذا كنت ديت الحوايج كانوا لبسوا له هما الحوايج ديال السبيطار،
ومي جابوه لي كنت بدلتلو لبسلو الحوايج اللي شريت انا، حيت كيما قلت لكم شريتو فرحانه بهم باش نلبسهم ماشي باش تخليهم. فالا بغيتو ما تديوش الحوايج بزاف، بلا ما ديو الحوايج بزاف حيت فيما كيوسخوا بيبي هما كيبدلوا له اصلا، كيبدلوا له كل نهار، كيدوشوا له شحال ما المده اللي عاد جلستو في السبيطار. المهم انا كنت جلست 5 ايام في جنيد، يومين قبل و3 ايام مور ما تزاد لي جنيد. المهم غالبا كتكون 3 ايام اللي كتجلسوا في السبيطار. بغيتو ديو الحوايج ديو شويه ديال التبديلات اللي عاد لبسولو في ديك 3 ايام، بغيتو ثلاثه تبديلات بركه كيف ما قلت لكم، بغيتو ما ديو والو ما ديو والو وما كيلبسو لهم. ولكن نتوما عارفين حنايا ما كنتهناوش هادو ديك ديال طريطقات سخيخني بكميمات طوال، هادو ضروريين. ديت فويطه، فويطه صغيره باش تمسحوا لها هيدا وجهها وديكشي. بالنسبه لفوطه كبيره ديال الدوتشا بلاش ما تديوها لا ليكم لا للبيبي، حيت هما كيعطيوكم فوط بالنسبه للناس اللي ساكنين في اسبانيا كنهضر، كيعطيوكم فوطا ليكم ندوتشا وفوطا نبيبي. بيبي اصلا هما كيف ما قلت لكم كيديوها كيغسلوا له وكيجيبوه لك ملبس معدل بلا ما تديو فوطات كبارين، فوطا تيتوا وصافي هيدا باش تمسح لها وجهها ولا هذا تكون حدايا في الكونه. هنا يدي طريبشات، ضروري تديو طريبشات حيت ما كيعطيوكمش طرابش في السبيطار. ما عقلتش صراحه في جنيد مش كانوا جابوه لي لابس طربوش، موحل كنت ديت طرابش ديالي اصلا. قلت لكم بدلت له ديك الساعه لبست له لبسه كانت معها الطربوش ديالها. ديو طريبشات ضروري حيت البرد، واخا تكون الصيف ديو طرابش الباول كيبردوا. هنايا عندي التقشرات والوانطيس، واحد طربوش اخر هنايا، طربوش والوانطيس ديال اليدين ضروريين تديوهم حيت العواول صغارين كيخلقوا كيبردوا بزاف يدهم ورجلهم، ضروري تعملوهم. ديت هادو وديت هنايا تقشرات، تقريبا ديت شحال 3 تقاشر، معليش واخا غير 3 ايام في السبيطار ولكن فيما نبدلها نعملها تقاشر اخرين انا شريتهم باش نلبسهم لا. وعلى خصوص هذا الشيء ديال الخلوق دغيا كيكبروا العواول ما كيبقاوش يجيهم قدهم، دغيا كيكبروا كيصغاروا عليهم. فديت 3 فيما في كل تبديله نعملها تقشرات وحدهم، وانطيسات طريبش هادو عملتهم مع بعض. اوكي هنايا عندي اللبسه ديال اللي غنلبس لهم يكونوا خارجين من السبيطار، عملتها بوحدي حتى هنايا. هذه ديال الصوف، هذه اللي كانت شرات لي حماتي، شكرا جزيلا. سريول والخريسي ديالها، طبعا ما غاديش نعمل لها هادو على اللحام نيشان، فموجده هنايا باش نعمل لها هذه ديال الطريطقات رطيط بهذا القطن والسريول والبرد. اصلا دابا البرد ما هذه بوحدها ما كافياش، فغنلبس لها هادو من تحت عاد هادو من فوقي، وكتجي معها حتى هي الطريبش ديالها. وهنايا ديت بطيطنيه، بطانيه باش نغطيها بها من كون خارجه من السبيطار عاوتاني، حيت في السبيطار ما تحتاجوش تعملوا بطانيه. كيعطيوكم هما بطانيه اصلا، كيجيو بوبيبي كيجيبوه مغطي بصبانه ديالو بطانيه ديالو كلشي ديالو. هذه رطيطبه باش نغطيها بها في الكوتشي من كونوا خارجين، هذه اللي غنعمل عليها. واخرى الكبيره غادي نعملها فوق الكوتشي كيف ما قلت لكم، حيت هاد الايامات دابا البرد بزاف. في الصيف تحتاجوا ديو بطيطنيه وحده بارك عليكم، شي بطيطنيه تكون خفيفه. وهنايا هذا التوبيتيرو اللي وريتكم دابا، هذا بالنسبه نبامبين. ندوزو الحوايج اللي غادي ندين راسي انا. شديت جوج بيجامات باش نبدل بهم، نعرف نوسخ وحده نحتاج نلبس وحده اخرى، بيجامه الاولى وبيجامه الثانيه. ها هي هما كيعطيوكم بيجامه في السبيطار، ولكن ديك البيجامه شويه قصيره ما كنرتاحش فيها انا، كتجي نصكم اصلا وقصيره شويه يعني ما نقدرش نلبسها بوحديتها، فكندي البيجامات ديالي بالسروال طويل باش نكون مرتاحه. بغيتو تلبسوا هذيك ديال السبيطار حتى هي مزيانه، ماشي مزيانه ولكن انا ما كنرتاحش فيها، خصني شحال تكون كميمه طوالي و بس كتعجبني البيجامه في السروال وصافي في الشتوى. في الصيف مزيانه هذه كما قلت لكم، ما حتاجوش ديو فوط حيت هما كيعطيوكم فوطات كل نهار، كيعطيوكم فوطه نقيه باش تدخل تعمل الدوشه ديالك وتلبس بيجامه ديالك، كيعطيوها لك كيف ما قلت لكم كل نهار كيعطيوكم بيجامه جديده، وتا لو سختيها في نهار تجيب لك وحده اخرى ماشي مشكل. غادي ندي هنايا بانطوفه باش نلبسها في رجلي كل ما شطوايط، ولا اصلا في اللون ملي كتدخل السبيطار قبل ما تولد زعما كتحتاج تمشى، الا كنتي خصك تمشى تقادو في السبيطار فضروري خصك بانطوفه. هنايا في هاد اللعيبه هادي في البلاصه هادي صغيره عملت هنايا تقشرات، ضروري تديو تقشرات حيت كيبردو لكم الرجلين ديالكم، واخا تكون الصيف ديو تقاشر، وهي كيكون السبيطار سخون كاينه كليما ولكن ما نعرف يبردو رجلكم ولا شي حاجه، من الاحسن تديو تقاشر. وهنايا عندي كاميسيتات وديكشي بودي طوالين ولا عارف نحتاج نلبسو ولا شي حاجه. هنايا عندي ملابس داخليه ديالي، هذه صغيره عملت فيها هنايا غير هاد قومه الشعر باش نجمع شعري، ما نعرف يطيع لي اللي عندي، وفنيته ديال الشال ما نعرف ضيع هذيك اللي غادي ندي ما تعرف حتى هي. ديت شال زايد، هاد الشال هذا ديال ديك القطن اللي كيلصقوا في الراس ما كيتحتاش يتخسر ما كيزلق ما حتى شي حاجه، باش نعملو في راسي مرتاحه مابقاش يملي هي خصني نشبرو بالخلاله وزلقها، وهذا كيجمع الراس مزيان.
هادي بالنسبه للحوايج. باقي غادي نزيد تبديله اللي غادي نلبسها ملي نكون خارجه من السبيطار. هذيك ديك الساعه نزيد حتى نتلخر نشوف شنو غادي. باقي ما قررتش شنو غادي ندي معايا نلبس. شي حاجه تكون مريحه، شي شاندال، ومهم شي حاجه اللي تكون سهله في اللبس، ماشي بزاف ديال التباكيك. هنايا هاد البولصه هادي شني عندي فيها، عندي الحاجات اللي غادي نحتاج. هادو الفوط الصحيه، الا بغيتو ما حتى شي تديوهم، حيت كيعطيوكم هما تما باكيه. ملي كتدخلوا كيعطيوكم باكيه، ومي كتسالى لك كطلب من فيرميرا وكتجيب لك وحده اخرى. كتقول ديما فيما تسالى لك كومبريسات تقول لي ونعطي لك باكيه وحده اخرى. ولكن بغيتو تديو ديالكم اللي كترتاحوا فيهم دائما ديوهم، حيت ديال السبيطار ديك ديال الطنطا هما مزيانين صراحه. بغيتو ما تديوش بلاش ما تديو. هنايا شنو عندي؟ معجون الاسنان وشيته ديال السنان طبعا ضروري ضروري بزاف. عندي هنايا شامبون ديالي وخيل باش ندوش. خيل بغيتو ما تديوش، كيعطيوكم واحد باكيه ديال واحد سبون خاط اللي كيجيو فيهم الصابون، غير كتفزكم بالماء وكدوش. شنو عندي هنايا؟ غادي ندي ديسودورانتي طبعا، ديودورون حاجه مهمه بزاف. بيرفومي ديت هذه حيتاش خفيفه بزاف ماشي قويه، اي باش رويحه مزيونه. المهم خفيفه بزاف هذه ماشي قاصحه. هنايا عندي مرطب شفاه، ديت هذا المهم اي واحد كتستعملوه باش ترطبوا شفاه ديالكم ضروري، حيتاش كتنشف الجسم ديالكم كامل كينشف. هنايا ديت كريم مرطب ديال الوجه باش نرطب وجهي. ما تقولوش غنكونوا عيانين مهلوكين واش غتكون فيها الكانه ديال الكريمه في مطعك وانتينا في الكامه. جبده ودهن وجهك، رطب الوجه ديالك، ديجا كنكونوا صفر حالتنا، وعاد نزيدو حتى وجهنا نخليوه يزيد ينشف ويتشقق بلاش. يعني ضروري ترطبوا الوجه ديالكم وانتم جالسين، ما عاد تخسروا حتى شي حاجه. هنايا عملت كريمه ديال اليدين غير صغيره باش نرطب اليدين ديالي. الجسم ديالكم كيحتاج للترطيب كامل في ديك الساعه. صافي هو هذا كلشي. هنايا عندي واحد قومه اخرى عاوتاني ديال الشعر، فيما مشيت عندي هاد القومه كنخاف يتسالاو. فوالا كيما قلت لكم بالنسبه للبيبي ليكوش بلا ما تديوهم، حيت السبيطار كيعطيوكم بانياليس اللي غتبدلوا بهم، ديما كينزل لكم تما واحد الكميه وقيلا ما عقلتش شحال شي خمسه ولا، فيما كيجيو كيجبروك تبدلتي البيبي عليني تسالاو لك كيزيدوا لك عاوتاني ليكوش اخرين، ولا تسالاو لك كتعيط للفيرميره كتجيبهم لك، ما كاينش مشكله. هما والفوط الصحيه ديالكم كيعطيوهم لكم كيف ما قلت لكم، فوط بلا ما تديوهم. هو هذا كلشي اللي غادي ندي معايا اللي غادي نحتاج بلا زياده بلا نقصان. كاين شي حاجات كيف ما قلت لكم ما تحتاجوش تديوهم، كيعطيوهم لكم سبيطار. بغيتو ما ديوهمش بلا ما تديو الثقل ديالهم، ما تحتاجش تديو كثره الحوايج الا بغيتو، ما تحتاجش تديو كثره البيجامات الا بغيتو. نتوما شنو غترتاحوا يعني؟ لا عاد ترتاحوا تديو احسن بيجامه ديالكم باش تكونوا مرتاحين فيها. بغيتو ما تديوها شي تلبسوا ديال السبيطار حتى هي مزيانه. الحوايج العواوي كيف ما قلت لكم دبيبي بغيتو بلا ما تديو بالعاد ديال التبديلات، هما كيدوشوا البيبي وكيلبسوا له كيجيبوه لك معدل. ليكوش بلا ما تديو الثقل ديالهم، الفوط بلا ما تديو كيف ما قلت لكم الثقل ديالهم كيعطيوهم لكم. المهم صابونات وديك الشيء طبعا بلاش، هما كيجيو كل نهار كيبدلوا لك الصابونات ديالك وديال البيبي. بطانيه حتى هي كاينه في السبيطار. صافي غتديو الحاجات اللي نتوما غتحتاجوهم تلبسوهم ليكم اون بيبي. صافي هادشي اللي غادي تقدروا تحتاجوا في السبيطار كيف ما قلت لكم هنايا في اسبانيا في مطعم اخر، انا ما عرفاش شنو كيعطيو شنو ما كيعطيوش. المهم الحاجات اللي تحتاجوهم كاملين انا قلتهم لكم. بالنسبه لهنايا في اسبانيا قلت لكم الحاجات اللي كيعطيوكم في السبيطار بلا ما تديو الثقل ديالهم حتى شي تديوهم. بالنسبه للصاك هذا كيف ما قلت لكم وجدتو نطريق ماشي السبيطار، من نخرج ان شاء الله من السبيطار يكون عندي واجد باش نكون راجعين بحالنا للدار. ما كتقدرش تعرف شنو غادي يوقع في الطريق، تقدر بيبي توسخ ترجع توسخ حويجه، ما تقدرش تعرف شنو كاين. عندي هنايا تبديله، واحد تبديله واحد مونو سخيخن طبعا حيت دابا الشتوه مونو، وهذه ديال الطريقات باش ما بقاش نفتح ماليطه. واخا عندي الحوايج في ماليطه ماشي انا راجعه في الطريق، عاد مثلا بيبي ردت حشاكم او لو سخت ماشي غادي نبقى نفتح ماليطه نجبد منها الحوايج، يكون عندي كلشي واجد. فويطه اخرى عملتها هنايا في الصاك تبقى لي دائما في الصاك مسحله بها. هنايا عملت واحد ثلاثه الحبات ديال الكوش وكويتات، ما نعرف توسخ وحنا راجعين في الطريق يكونوا عندي واجدين على اليد. صافي هادشي اللي عندي هنايا فويطه وتبديله، هادشي اللي وجدت. صافي هادي ديك اللي كتفرشوها باش كتبدلون بيبي عليها، باقي ما شريت شي وحده. هادي ديال جنيد بقى عندي، باقي ما شريت شي وحده اخرى ديال بنيتات، الا خرجت هاد الايام نشريها ان شاء الله يا ربي. المهم نزلت هادي هنايا كاحتياط الا احتجتها باش كتفرشوها كتنزلوا بيبي فوق منها تبدلوا له. صافي هادشي اللي عملت هنايا تان دابا، غنعمل تشوبا من بعد. هادي اللي عندي هنايا في ماليطا غادي نعملها في الصاك هذا باش في الطريق الى بكات ولا شي حاجه لابد ما نوصلوا للدار نعطيها تشوبا. صافي هادشي اللي عندي في هاد السويك هذا.
كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ولو غير شويه. حاولت نشارك معكم على حسب التجربه ديالي الاولانيه مع جنيد. مره اخرى في جنيد كنت ديت بزاف الحاجات ما احتاجتهمش، كنت ديت ليكوش وديت الطويطات وديت شامبوان ديال بيبي وكلشي ديت في الاخر ما احتاجت من ديكشي والو. فهاد المره ما غاديش ندير ديكشي كامل بلا ما ندير الثقل ديالو حيت عارفه شنو كاين. وصافي شاركتو معكم، تستافدوا مثل الامهات الجدادين اللي اول مره غادي يمشيو للطوي ما عارفينش شنو كاينه. انا شاركت معكم حاجات اللي غادي ندي، ولا كان شي حاجه جديده عاد زادوها في السبيطار ولا نقصوها في السبيطار ان شاء الله ما يفكني ربي على خير وبخير. لكن شي حاجه اللي ما قلت لكمش هنايا ديك الساعه نقول لكم ملي نخرج من السبيطار ان شاء الله يا ربي. وصافي مزيونه تدعيو معايا، وكنتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. شكرا على حسن المتابعه ديالكم وعلى التشجيع ديالكم. السلام عليكم، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.